ايضا بشير سعيد، اعتقد ان الفرحه فرحتين بالنسبه للاهلي ولعبه نادي الاهلي. اليوم الاهلي هذه البطوله الثانيه يحرزها هذا الموسم، هذا الشعور كيف تشوفونه انتم بالنسبه لكم انتم كلاعبين نادي الاهلي؟ والله شعور ما يوصف، الحمد لله اشكر رب العالمين على كل شيء، لان الفتره هذه فتره النادي الاهلي مثل ما يقول الجمهور فريق الاحلام، فنتمنى في شيء نحن بعدنا ما خلصناه اللي هو الصعود في ابطال اسيا، ونتمنى ان شاء الله نصعد مباراه ضد اخواننا السد، وبارك حق الجمهور الهلاوي وكل الاخوان. بطولتين حلوه والله، ثلاث بطولات السوبر والكاس. ما على نبال اسيويه على هالمستوى. والله الحين شوف هذه محليه. تضعفون في اسيا يا بش. والله ما اضعف، اذا انت تلعب بتعرف شو نعاني الحين معانا، اللي صراحه ضغط وتعب، نحن تعبانين صراحه، لو شفت خلينا الباور من الشوط الثاني فقدرنا نكسب المباراه، فتعب يعني يمكن اللي برا يتكلم الاهلي والاهلي غيره، اذا تدخل الملعب ترى غير عن السيجا والميالس، فالحمد لله ان شاء الله نجتهد. قلت لي بسرعه بحتفل. بسرعه انت تراك ما ترقص. لا رقص حقي. لا رقصت فرع. اوكي مبروك، صح انا حاتي مبروك.